السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته خوتي وخواتاتي، إن شاء الله تكونوا كامل بخير وكامل صحاح ولاباس عليكم، ونقول لكم صحة رمضانكم وكل عام وانتم بخير إن شاء الله، وكل رمضان وانتم بصحة جيدة انتم والعائلة نتاعكم وانتم وليداتكم يا رب العالمين. اليوم عندنا هذا الفيديو إن شاء الله تكملوه معنا حتى الأخير، وفرحوني كما المرة اللي فاتت. هذا الفيديو فيه واحد الماكلة اليوم كامل راها بلا لحم كما نقولوا، ماكلة طبيعية راها مجنان تاع المنطقة نتاعي نتاع بني سنوس تاع جدودي كما راكم تشوفوا. هذا الفيديو غير كملوه معنا يعجبكم ان شاء الله. انا هنا يا هاد البقول ولا هاد الخبيز والفول، وعندي التمر صاد، وعندي الكبال كامل تاع الجنان طبيعيين، نحيتهم وكما جيت للدار طيبتهم درتهم كامل الفطير. دركو تشوفوا هنايا معايا راني نقي في هذيك الخبيز ولا البقول، نقيها نحيلها غير الورق نتاعها اللي مليح، هذاك القلب الوسطاني والاخر نرميه، نقيها مليح مليح ونغسلها وننشفها، ومن بعد تشوفوني درك نقطعها نقصها. هذاك عندي الكبال تاني كدرك نقيه، هذاك الوقت نتاعو دروك راه المواد مارس حتى الأفريل راهو الوقت نتاعو، هكذا دوك نحيه بالحبة بالحبة كاع نقيه كامل، وندير له الماء السخون واحد 3 مرات ولا نبدل له الماء السخون يكون غالي غالي باش نحيو هذيك ديك واحد الريحة فيه قوية قوية، هكذا نحيوها له. من بعد عادة نفوروه بالثوم وبالحار هذيك السودانية. وانا وهنايا عندي تمر صاد، هذيك العشبه اللي كنت نحي فيها من الجنان هذه نقيتها نحيت لها غير الورق تاعها، هذه نطيبوا بها اغروم بتمر صاد ولا اغروم بتمر صاد، نديروا به حتى الرفيس، يعني الخبز ولا الفطير بتمر صاد نديروه رفيس. انا درك نقيها ونغسلها وننشفها مليح وندقها في هذا المهراز، قلت لكم كل شيء نديره طبيعي اليوم، ما نرحيها لا في روبو لا حتى في حاجة، نرحيها في المهرز تاع اللوح. هنا هذيك البقول ولا الخبيزة أنا نقيتها، شوفوا خليت لها غير داك القلب الوسطاني تاعها، وراني نقص فيها كيما يقصوها مواتنا وجدتنا تاع بكري بكري تاع زمان، فوق القديحة فوق القديحة نتاع اللوح هكذا نقصوها حنايا. دوك نقصها ونفورها. هنايا درت لها الثوم، درتها في الكسكاس، دوك نفورها، وحطيت لها الثوم وحطيت لها هذيك السودانية الحمراء ولا الفلفل الحار، لازمها تفور مليح مليح حتى يبان اللون نتاعها اصفر وترطاب. حطيتها تفور ورجعت لهذاك الفول اللي غسلته. هنا الفول تاع الجنان راه طري مازال رغوه كيما نقولوا، ما فيهش الحبه بزاف خشينه، دوك غسلته هكذا باش ما يدخل لهش الماء، وقصيته بالموس. هنايا حاولت باش نحي له الخيوطه هذوك تاع الجناب ما كانش لانه راه طري. هنا تاني حطيته يتفور، درت له الثوم ودرت له السودانيه تاني يتفور مليح، لازم يتفور مليح. وهنايا عاود رجعت لهذيك تمر صاد، نقيتها وغسلتها ونشفتها بهذيك المدواره تاع السلطه، تنشفت وراني ندق فيها في المهرز، راني يعني نهرس فيها باش تجيني بنينه بنينه. ومن بعد رجعت لهذاك الكبال نقيته بالحبه بالحبه، هاد الماكله راها طبيعيه وصحيه وبنينه بزاف بزاف، انا نحب هاد الاكلات هادو ما فيهم لا لحم لا والو، لكن بنان بنينه تجي بنينه بزاف بزاف. ونقول لكم صحه رمضانكم، قرب رمضان الصحه بالصحه والهنا، تصوموه ان شاء الله يا رب العالمين.
هنا هذيك البقول تاعنا راها تفورت، حطيتها في المقلة. راكم تشوفوا حطيت لها الزيت، زيت زيتون، هي تحب زيت زيتون، ونحط لها شويه تاع فلفل كحل، ما نكثروا لهاش الصوالح هذه، ونحطوا لها شويه تاع البابريكا ولا فلفل احمر الحلو اللي مهرس مدقوق باليد، وشويه تاع الكمون ما نكثروا لهاش، وشويه تاع الملح ما تحبش الملح هي. ومن بعد نعبزوها مليح بهذيك الملعقه الخشبيه هذيك فوق النار حتى تطيب. هنا كما قلت لكم الكبال راني نحط له الماء غالي غالي، الماء يكون غالي بزاف، ونغمه بواحد الحاجه نبلع له هكذا، ونخليه واحد الخمس دقائق، ومن بعد نبدل له الماء واحد ثلاث مرات هكذا، نرمي الماء هذاك ونبدل له الماء، نرمي الماء ونبدل له حتى واحد ثلاث مرات يروح له هذيك الريحه القويه تاعو، هذيك الريحه كاين اللي ما يقبلهاش في الاول ما. ومن بعد نجيو لهذيك الاغروم نتاعنا، اغروم بتمرصاد ولا بالاعشاب. هنا كنت دقيتها في المهرس تاع اللوحه هذا كما شفتوا، وهنا حطيت الدقيق الكامل، دقيق القمح الكامل ماشي سميد، هذا الدقيق تاع القمح. شوفوا كيفاش الكامل هذا، راه شباب هذا الدقيق هذا صحي. حطيته في هذيك في هذاك القديح، القدح احنا نقولوا له القدح، القسعه هذيك تاع اللوح، وحطيت لها تمر صاد، هذاك الدقيق هذاك واحد 400 غرام هكذاك، وحطيت له هذيك تمر صاد. ودرك نحط لها شويه تاع الزيت، واحد 3 معالق تاع زيت زيتون، ونحط لها شويه تاع الملح، ونحط لها الماء، الماء ما نكثرولهش باش يبقى لنا هكذاك مبسس. هنا هاد كما قلت لكم هاد القديح القدح هذا راه عنده فايت 100 سنه، يعني راه عنده فايت القرن، هذا تاع الام اللي كانت الام متابه الام نتاعي الله يرحمها يا ربي ويوسع عليها، هذه عمتي اللي كانت مربيتني. هذا القدح نتاعها كان هديه من الزوج نتاعها الشهيد ربي يرحمه برحمه الله، وقعد عندي دروك راه عندي. نعجنوا فيه حنا هذا القدح، نعجنوا فيه هذا تاع الجوز تاع القرقاع، يخدموا في بلادنا في بني سنوس، كاين اللي يقول له القصعة. شوفوا قديم بزاف وتجي البنات واش ما خدمت فيه، فيه البركه هذاك، يجي كلشي يجيني بنين فيه، وكل ما نجبده نتفكر اميمتي الله يرحمها اللي رباتني. هنا قسمت العجينه من بعد اللي رونتها بهذاك الماء، ما كثرتلهاش الماء، وقسمتها على زوج، ودرت كلشي طبيعي بطبيعي، درت هذوك الكراسات نتاع الحلفه اللي نستعملوهم في المنطقه نتاعنا تاع بني سنوس، ما حبيتش ندير في اللوحات. درك قسمت هذوك الخبزات، خبزه وحده راني رايحه نطيبها نخليها اغروم هكذاك نقسمها، انا تعجبني بزاف هذه، فيها واحد البنه واحد الرائحه تاع هذيك الاعشاب، مع راني ندير في الريجيم خرجت عليا هذا الخبز هذا عجبني بزاف، نقولوا له اغروم. وهذه الخبزه الثانيه درك نهرسها، انا ندقها في درك ندير بها رفيسه. هنا هاني الفول تفور، تاني كنحط له شويه ملح وشويه فلفل كحل وشويه بابريكا وشويه كمون، ما نكثروش صوالح بزاف، مع هذاك الحار مع هذيك الثوم، ونقليه مليح مليح ونعبزو حتى يصفر ويتبدل اللون تاعو، راه يجي بنين بنين بزاف بزاف. وهنا راني رايحه نطيب الكسره هذيك تاعي ولا اغروم. هنا الخبزه الاولى نتقبها، هنا شفتوا ما هنا يجي كيما الفطير. انا من بعد اللي طابت لنا الخبزه الاولى كنت حطيت الخبزه الثانيه تطيب، وراني نخدم في الخبزه الاولى، جبت هذاك بهذاك القدح وراني ولا القصعه تاع العود انا نقولها القدح، وراني نهرس فيها بهذيك العود نتاع احنا نقولها الرزامه نتاع اليد تاع المهرس تاع العود. درك هاد الرزامه هذه حنا نقولوا لها كاين اللي يقولها اليد تاع المهرس تاع العود تاع اللوح، راني نهرس فيها مادامها سخونه، ونقول لكم اني نهرس فيها ندق فيها والريحه تطلع تاع هذيك الاعشاب، الريحه راها تطلع والبنه، واش نقول لكم شابه. هنا دقيتها كامل هذيك الخبزه وفتتها، وانا نحبها شويه هكذا الفتات يبقى فيها، ما نحبهاش كامل تجي مفته، حطيت لها شويه تاع زيت الزيتون هذه باش نديرها رفيسه،
ودرك نزيد لها واحد شوية تاع الحليب سخون باش تجيني رطبة كيما الرفيس. واللي يحبها حلوة ها هو شوية تاع الحليب، هذا راني سخنته وحطيتها هنا، ودرك ندخله مليح مليح غير بالعقل في يديا حتى ترطب، يجي هذاك الرفيس رطب بشغل رطب بالحليب هذاك، يولي رطب يولي كيما المسفوف كيما السفة اللي نديروها. واللي اللي هنايا كل واحد واش يحب يدير، العسل ولا حبها حلوه، ولا انا نفضل نخليها هكذا فيها بنت مالحه. هنا الفطور نتاعنا راه واجد كلش طبيعي كما راكم تشوفوا، عندنا هذيك البقول الخبيز والكبال، وعندنا الفول، وعندنا الزيتون المشقق تاع الدار، وعندنا هذيك الرفيسه شابه بزاف، وعندنا اغرم اللي البن راه طلع منه. واش نقول لكم، كاين اللي حبي يشرب حتى مع اللبن، ها هوك. ونتمنى يعجبكم الفطور نتاعنا هذا، ونتلاقاو ان شاء الله في مائدة رمضان، شاهدكم في الجنة، ونتلاقاو ان شاء الله في فطور رمضان بالصحة ولهنا، وتصوموا بالصحة ولهنا وراحة البال يا رب العالمين. وعقب العام الجاي ان شاء الله تكونوا خير واحسن من هذا العام ان شاء الله. بسلام عليكم وربي يحفظكم.